بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. رح نحكي تحت لن get number of options in the drop down list، عايز أجيب العدد بتوع الأوبشنز اللي موجودين في الدروب داون ليست باستخدام الفانكشنز تبع جافا سكريبت. أنا ديت مش هستخدم فيها فانكشن، مش هستخدم فيها بوتون، هحاول نعرضها بشكل مباشر. يعني أهو إحنا بنحاول يعني كل شويه نحاول نجيب حاجه مره بوتون، مره بايفنتات كليك، مره بايفنتات هوفر، يعني حاجات مختلفه كده. المره دي هتبقى بشكل مباشر، فانا هنادي على الاي دي، انا قايل لكم الخطوات بالتفصيل، هنادي على الاي دي اللي اسمه هيدنج، هقول له انا عايزك انت تتحكم، انت اللي هتظهر لي العدد، تمام؟ يبقى هساوي القيمه بتاعته بمين؟ بالعدد بتاع الماي ليست اي دي. بس ديت الفكره بمنتهى البساطه. فيبقى انا عايز انادي دلوقتي على مين؟ انادي على المكان اللي هظهر فيه العدد. فين المكان اللي هظهر فيه العدد؟ اللي هو بيكون الاليمنت اللي واخد الاي دي هيدنج، تمام كده؟ طيب يبقى المفروض اني انادي على مين؟ انادي على المستند دوت، ومن المستند هقول له جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي بتاعك بيكون عباره عن اسم هيدنج. جميل، هعمل ايه فيه؟ ده انا اخليه يظهر، يبقى يظهر يا ربي، ايوه كده، خليك مركز معايا، انر اتش تي ام ال، تمام كده؟ جميل، اوكي، هتساوي ايه ديت بقى؟ انا عايزه يظهر لي العدد بتوع العناصر اللي موجودين في القايمه. طب القايمه ديت واخد اي دي؟ واخد اي دي، اسهل كويس، يبقى نادي على الاي دي بتاعها اهي، تمام؟ يبقى نادي على مين يا مستند؟ نرجع تاني للمستند دوت، عايز ايه مني؟ جيت اليمنت باي اي دي، انه اي دي كان اسمها ماي سيلكت باي، نكتب بقى ماي سيلكت، عايز ايه منها ماي سيلكت دي دوت كالعاده لينجث، عايز اجيب طول. هو السطر طويل شويه بس ايه، انا بدل ما انا ممكن اقول لك ان انا ممكن اخدها بفاريبل واساوي الفاريبل بالقيمه الثانيه، وسبق ان احنا جربنا القصه ديت، بس احنا بنحاول نشكل القصه باكثر من زاويه يعني، وربما ايه الوضع ده تديك زي نظرة عن الـ عن الـ عن الـ عن الطريقة ديت، بس هي كده ما اتنفذتش، يبقى واضح ان انا عندي مشكلة معينة. document.element by id اسمه heading، نراجع تاني عليه اسمه heading، تمام؟ ادي كنترول سي اللي هو القيمة بتاعت اتش 1 .nr html علشان تظهره مظبوطة، بتساوي document.element by id my select فيها مشكلة، my select حرف اس كده، ماشي مش مشكلة، انا هنسخها هي واعمل لها بيست واعمل كنترول سي وارجع للدوكيمنت، هلاقي كاتب لي اربعه اللي هي ايه عدد الحاجات الموجودين دول من غير ما اضغط على بوتن ولا اي شيء، لان انا ايه كاتبها بشكل مباشر ومنادي على الوثيقه بتاع المستند. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.